يا غالي مهلا لحظاتك احلى بالشاشه ضوى نور المشاهير. يا غالي مهلا لحظاتك احلى بالشاشه ضوى نور المشاهير. بالشاشه ضوى نور المشاهير. حزن الجدار احتلوا الصداره من بعد عزم من بعد تطوير. حزن الجدار احتلوا الصداره من بعد عزم من بعد تطوير. جدولنا في الجد والبذل للجد منا لهم دوم وسمن وتقدير. منا لهم دوم وسمن وتقدير. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم مشاهير. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور فيصل بن خالد الغريب المستشار وخبير الاتصال البشري. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. الله يحفظكم يا أهلا وسهلا. دكتورنا الكريم، أنا لا أعلم من أين أبدأ. أنا أولا أريد من السادة المشاهدين جميعا أن يقولوا قبل بداية الحلقة ما شاء الله تبارك الله أولا. الله يجزاك خير. ثانيا لا أعلم من أين أبدأ. أبدأ يعني من السيرة الذاتية الثرية جدا أو أبدأ من الحياة العائلية؟ أنت بماذا تفضل أن نبدأ؟ والله الأمر راجع لك حقيقة. طيب أنا أترك الحرية. دعنا نبدأ من النشأة. الدكتور فيصل خالد وهذا الاسم الإعلامي المتعارف. صحيح. كيف بدأ؟ هذا سؤال خطير، لأن الحقيقة أن الوالدي حقيقة هو من مؤرخي المملكة ومن أصحاب الكتب والمؤلفات، وله حضور إعلامي في سنوات مضت قديمة كبير جدا. فعندما كنت أظهر أنا في بعض الأنشطة الخاصة بي وأقول فيصل بن خالد الغريب، تلقائيا يعني أدوب في شخصية الوالد. فأنا استأذنت من الوالد أن أكتفي باسم فيصل خالد وأمسح الغريب، حتى الأسرة زعلت حقيقة. فلذلك بدأت أكون شخصيتي المستقلة، لأنه لما أكتب مقالة معينة لعدة سنوات كان الناس يعني ينسبونها لوالدي، ووالدي يكتب أساسا، لكن أنا مسحت من من الإنجازات. وأنت تريد أن تقول للناس أن تريد أن تقول للناس لن أعيش في جلباب أبي. طبعا الإنسان يقول ها أنا ذا. نعم ها أنا ذا. جميل. طيب أنا أستأذنك في أن نختصر قليلا، لأنه ما شاء الله تبارك الله السيرة الذاتية يعني جدا ثرية، وأنا أيضا أدعو السادة المشاهدين للدخول إلى موقعك يعني للاستزادة كثيرا في يعني بعض القضايا. لو بدأنا من بداية الدكتور فيصل خالد ومرحلة يعني نقول الدراسة، وأنا أمامي الآن يعني هذه تقريبا في الصف، هذه في المرحلة الثانوية. في المرحلة الثانوية لا نريد أن متوسطها، لكن نريد أن نبدأ من البداية يعني من المرحلة الابتدائية والمتوسطة. يعني هل أشياء معينة تريد أن تذكرها؟ والله ما يتعلق بالدراسة، نحن درسنا في المنزل قبل أن ندرس المدرسة، وهذا هو أهم شيء. ولذلك طيلة حياتي الدراسية أنا متمرد على المنهج العام الدراسي، ويعني وضعت لنفسي منهج خاص لأني أعيش في منزل الوالد داخل المكتبة، حتى أن غرفتي هي مع المكتبة، وفيها هي تأخذ نصف المنزل بالكامل، ولهذا تأثير سواء على القيم والمعتقدات والأفكار والمحتوى الفكري. ولذلك أنا لما أخذ أي شيء من المدرسة أضعه في ميزان مختلف عن أي طالب آخر، وبذلك تكونت الشخصية مختلفة تماما. متى يعني في أي وقت تقريبا بدأ الدكتور فيصل يرى بأنه بدأ يعني أنا الآن شخص مختلف عن الآخرين؟ يعني متى نما هذا الشيء في داخل؟ في المرحلة الثانية الابتدائية جيت لي أستاذ رحمه الله، رجل فاضل حقيقة فلسطيني، وأخذت قطعة من رزنامة التواريخ الموجودة سأقرأها في الإذاعة، فقال لا يا ابني أنت صغير. الصف الثاني في طبعا تضايقت جدا، أنت صغير ما يصلح أنك تقرأ، والمراحل هذه لسه متقدم عليها يعني تحتاج وقت شوي. فكان هذا من الأشياء المزعجة، ولذلك بدأت أنا أضع علامات استفهام على نمط التعليم والتدريس والتربية أساسا.
هو يرى أني صغير، أنا أرى نفسي أني كبير. هنا يحدث اختلاف في عملية التعلم، وهذا ربما جعلك يعني تصر على أن تتميز أكثر. لذلك أنا أتعامل دائما في المدرسة على أني لست طالبا كبقية الطلاب، وهذا يحدث شوي نوع من لا أقول من فقط يعني نوع من الإثارة، وضع هذا احترام لي حقيقة عند المدرسين والأساتذة. ولذلك كنت لما أستأذن بدون والد، أخرج بدون والد، أطلب احتياجاتي خاصة. من أي مرحلة؟ من أي مرحلة؟ ابتدائية. هذه في مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، وهي قريبة من المنزل. جميل. والمتوسط أين كان؟ في عمرو بن العاص، وتقريبا في الكوت. هذه كانت في الرفعة، في الأحساء، في الرفعة. والدي درس فيها وتخرج في الابتدائي، شهادة ابتدائية، وله 7 مؤلفات. هذه نقطة مهمة جدا، ابتدائية وسبع مؤلفات. والآن أساتذة الجامعات ما لهم إنتاج. هذه يعني وأنا طفل الآن جالس أفكر وأنظر إلى هذه المسألة، يعني كل هذا يغير ويؤثر في تشكيلتي وكذا. ولذلك عندما رحت المرحلة المتوسطة يعني بدأت أخذ يعني مواقع قيادية داخل الأنشطة وداخل الصف وكذا، إلى درجة أن إذا كان هناك تفتيش شامل للمدرسة أنا لا أفتش. جميل. هذا شيء من أنت ذكرت شيء جميل، اللي هو يعني الأنشطة اللاصفية التي تقوم بها، أو البحث عن مواطن القيادة، هذه بالتأكيد لها دور في تشكيل الشخصية. طبعا القائد عادة لا يطلب القيادة، القيادة تأتيه. من يطلب القيادة هو من لا يمتلك مواصفات القائد، ولذلك تجده يتعب حقيقة. والقائد إذا وجد في بيئة يعني واعية سيثمر، أما إن وجد في بيئة متخلفة هم لا يدركون أنه قائد أساسا. جميل. وهذه هنا يعني لذلك تجد الإنسان ينجح في بيئة ويخرج وينتقل لبيئة أخرى وينشأ فيها وينجح بنجاح آخر مختلف وأكبر وقوي. جميل. علما أنه ناجح في البيئة السابقة إلا أنه لم يظهر. جميل. أنا أتوقع أن السادة المشاهدين الآن يتساءلون عن سر هذه الورقة، ولماذا أنا ممسك بها حتى الآن. الورقة هذه أنا ودي تشرح للسادة المشاهدين ماذا في هذه الورقة. هذه نظيفة، أنا أخرج الأولى السابقة. السابقة نخرج السابقة. هذه السابقة وذيك. نعم. هي كانت البداية. نعم. أنا سأقرأ بعض منها، يعني أنا الذي يعني أنا والله ما قرأتها ترى. الأمر اللي جعلني يعني حقيقة أبتسم، اللي هو الآن من ضمن الأشياء المكتوبة: مدرس البلاغة غائب. مدرس البلاغ غائب. أنا أريد أن أعرف يعني سر هذه الورقتين تقريبا. نحن في مجتمع يعني ينظر إلى الشكليات الرسمية بشكل أو بآخر، يقدسها تقديس واضح تماما. ووضعي في المدرسة، أنا أتيت للتعلم علما أنني لم أكن راغبا في التعلم أساسا، لأني لا أجد، أنا أجد أن الحصص وطريقة عرضها وطريقة توزيعها أقل يعني مغاير لما أنا أتعلمه في البيت. أنا في البيت أستطيع أني أتعلم بطريقة مستمرة وأسرع من التعلم في المدرسة، وأحصل على معلومة أقوى وقابلة للتطبيق المباشر. أما في المدرسة هم يعطونك مثلا اللغة الإنجليزية 3 سنوات تدرس فيها، وأنت لا تحتاج إلى 3 سنوات أنك تدرس اللغة الإنجليزية، بما أقل. أقل كثير جدا. طيب، إذن هم يمططون من ناحية وجهة نظري أنا كطالب صغير، أرى أن هناك تمطيط لفترة الدراسة. وبذلك وجدت أنا، إذا أنتم تحبون النظام، إذا أنا سأضع النظام حقكم وضعه في ورقة جيد سأتابعكم عليه. أوه. فالمعلم يقول لي مثلا: أنت يا فلان مثلا كنت غائب في الفترة الفلانية. قلت: لا لم أكن غائب، الفترة الفلانية موجود وكذا، الواجب الفلاني وضع وله درجتي كذا كذا كذا. المشاركة، أنا شاركت وأجبت على 2 سؤال في الوقت الفلاني. فلذلك الآن لم أحصل حقيقة على تصادم أو تضاد. طيب، لو سألتك يعني الفكرة هذه تقريبا يعني حتى يمكن يعني أبناء أو طلاب بهذا الزمن ربما أنهم لم يتفطنوا لها، يعني كيف اهتديت لها الفكرة هذه؟ اهتديت لها، الله يحفظك، من خلال من وضع الخروج عن الإطار الموجود. هم الناس حريصين في نهاية الفصل أن يظهر الولد بكشف محطوط فيه ممتاز ممتاز جدا ممتاز وهدية وكذا من المدرسة. أنا غير مهتم بما يضعه للأستاذ، لأن عملية الامتياز سنحصل عليها، هذه مطلقة. وهذا برضو مع أبنائي، يعني أنا أحيانا لا أستلم شهادات أبنائي، يعني لفصلين كاملين لم أستلم الشهادة إلا بعد العطلة. أريد أن أنمي في أبنائي أنهم لا يدرسون لشهادة، لا يتعلمون لشهادة، لا يعني يأخذون المعرفة
لأجل أنهم يحصلون على وظيفة معينة، وظيفة أبنائي ترها عندي ولن أحتاج إلى شهادات من عندهم، لا إلى دكتوراه ولا إلى ماجستير ولا بكالوريوس ولا غيره. طيب، لأن هدفي الأساسي هو أن ينتج هذا الشخص. إذا أنتج هذا الشخص وأبدع، في تلك الحالة الشهادة ستكون تبعا له وليس تبعا لها. جميل. إذن أنت لم تبحث عن الشهادة، لو سألت طيب لماذا حصلت مثلا على البكالوريوس الدكتوراه؟ أي نعم، هذا الحصول أتاني يعني من خلال بيئة مغايرة لمجتمعنا. كيف؟ قضية الدراسات العليا ومثل هذه المرحلة من التعليم، وبحكم معرفتي السابقة ودراستي وعلاقتي مع الوالد وعلاقتي بعلماء مفكرين عرب على مستوى العالم العربي بالكامل، وأدرك شهاداتهم التحصيلية وشي بالضبط وكذا، ومعرفتي بمسائل ما يتعلق بالأمور الفخرية والأمور التي يستحقها، ودراستي لسير العلماء والنوابغ، وجدت أن المسيرة التعليمية التي نعيشها ما هي إلا خدعة، يعني بمعنى أنها نظام، وأنا أفسره دائما أقول هو نظام مجتمعي، هو نظام مجتمعنا يرى أن هذا هو نظام التعليم، ولذلك يسيرون عليه 30 40 50 سنة. طيب، فالكل يعتقد أن هذا هو النظام المعتمد. إيش كلمة معتمد؟ هو معتمد في نطاق ضيق، لكن الحقيقة أن المعرفة هي التي تقيم ولا تقيم مراحل الدراسة. ولذلك انتقلت إلى الدراسة مع الجامعات الغربية. طيب، ووجدت أن أساليب التعليم متعددة، الخيارات متاحة، طيب إمكانية الإبداع مفتوحة إلى أبعد ما يكون من الأفق. فأنا كنت طالب في كلية الشريعة، واجهت الكثير من العوائق. أحد الطلبة متفوق وحصل على يعني تقدير عالي على مستوى المملكة، وينافس في الدرجة الأخيرة ما قبل 100، طيب يعني ما بعد 99، وفاجأ به يحصل على درجة ضعيف، وبأن جميع من في المستوى، جميع زملائي كلهم قد أخفقوا في المستوى، ورفعنا قضية إلى عمادة الكلية، وقالوا والله هذا الدكتور ما نستطيع، مرفوع عنه القلم، أو عفوا معصوم، ولذلك لا يحاسب. طيب إيش الحل؟ قالوا يعاد لكم اختبار كلكم. طيب مرة ومرتين وجدت أن العملية يعني لا تعتمد على منطق واعي، ما تعتمد على منطق واعي، ولذلك وجدت أنه أنا لست مضطرا أولا لأني أعمل في وظيفة، ولذلك أنا لست موظفا. طيب الحمد لله عايش ومرتاح وأدير عدد من الشركات والمؤسسات. ومن الناحية العلمية أنا أتعلم وأعلم. طيب، ولا تؤثر الشهادة بشكل ولا تؤثر. أنا مشرف أكاديمي في بعض الجامعات وبعض الأكاديميات. طيب، ونعلم وندرس وندرب، من تحت أيدينا لديهم إنتاج. طيب، من يتعلمون بطرق مغايرة لديهم نجاحات على أرض الواقع، هم لا يرتبطون بأسوار ويظلون فيها، لا، هم ينتشرون. ولذلك لا أخفيك أن بعضهم أسماء عالمية حقيقة، اسماء جامعة. جميل. أنت ذكرت من ضمن يعني سبب من أسباب تركك للدراسة أيضا، وهذا كان في يعني حوار ما قبل الدراسة المحلية. طبعا الدراسة المحلية. أيه؟ كنت يعني تدرس في كلية الشريعة تقريبا في جامعة الملك فيصل. لا، جامعة الإمام محمد بن سعود. جامعة الإمام محمد بن سعود. ثم لم تكمل الدراسة لأن كانت هناك مثلا أفكار تأتيك أثناء المذاكرة، مثلا الاختبارات. لا والله، كانت لدي مشاريع أعمال، مشاريع تجارية. لأني أنا منذ الصغر وأنا في المرحلة الابتدائية وأنا أبيع وأشتري. وهذا سأسألك عنه، ما شاء الله تبارك الله، عندما يعني أعرف السيرة الذاتية، أنا هناك يعني خبرات متعددة والسن صغير، مهن كثيرة زاولتها، ومع ذلك يعني السن صغير. مدرك، ولذلك العلامات الاستفهام كثيرة. نعم. طيب، لكن إذا عرف السبب بطل العجب. يعني هل مثلا أنت يوم متداوم وبكرة تقدم استقالة ولا إيش السالفة؟ لا، هذا موضوع آخر. إيه؟ هذا موضوع آخر. إيه؟ لنعود للنقطة الأولى. طيب. النقطة الأولى، إذا تحدثنا عن موضوع الأعمال، أنا عملت من البداية على طاولة صغيرة، يعني 30 سنتي في 70 سنتي. طيب، أحط فوقها التوفي والبسكويت وكذا، وأبيع في عند باب البيت. طيب، ويعني لم أكن محتاجا حقيقة، يعني والدي وضعه المادي جيد، لكني لم أكن مستعدا لأن أخذ، بل لأن أنتج، والمنتج يعني يحتاج إلى أن يخرج عن الإطار.
وأنا في المرحلة الابتدائية أنا أحدثك الآن. في الابتدائية, طيب في الابتدائية وأنا أبيع وأشتري وأتنقل. المرحلة المتوسطة, المرحلة الثانوية بدأت أبحث عن وظائف أعمل فيها, وتوظفنا على 400 ريال تقريبا في مكتب عقاري, ثم انتقلنا إلى بيع وشراء السيارات, وكنت أغسل الكفرات السيارات بيدي وأنظف الأرضيات بيدي, طيب وأشيل الأوساخ وكذا. ثم انتقلت إلى مرحلة أخرى بدأت أبيع العطور, طيب فصرت أضع في كم هذا بعد المتوسط دخلت في موضوع العقار. بعد المتوسط دخلت في موضوع العقار وطورت, ولا أخفيك إلى سنوات قليلة كانت بصماتي موجودة في نفس المكتب, المكتب موجود في الخالدية, طيب وكنت من حوالي 3-4 سنوات مريت شفت نفس اللي أنا كنت كاتبة بيدي والرسومات. كنت أرسم لما نعرض أرض معينة أروح أرسم الكرة الأرضية وأضع زهور وأضع ورود وكذا, أنا رسام. طيب فكانت موجودة, ويعني أنا لا أريد أن أذكر أسماء, لكن ما الذي يعنيه أني طول هالسنوات اللي مرت ورسوماتي موجودة والمكتب على وضع على ما هو عليه والآن أغلق؟ دعني أخذ علامة استفهام كبرى صراحة. دعني أخذ ما تعني هذه الرسومات بعد هذا الفاصل. جميل, سلامك الله. أعزائي المشاهدين, فاصل قصير ثم نواصل بعده المسير, فكونوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى, نذكركم بضيفنا الدكتور فيصل بن خالد الغريب المستشار وخبير الاتصال البشري. أهلا وسهلا, حياكم الله, أهلا وسهلا. كنا نسأل عن ماذا تعنيه وجود الرسومات حتى الآن, بصماتها لازالت موجودة حتى الآن؟ تعني أن الوضع كما هو عليه منذ سنوات لم يتغير. جميل, يعني أنت هذه بالمختصر المفيد, بمعنى أن البيئة أساسا ظلت كما هي بينما أنا تغيرت. جميل, ولذلك الناس يسألون طيب لماذا هذه السيرة؟ السيرة الذاتية ناتجة عن الحركة التجارة. أما أن الإنسان يجلس في مكانه ويظل في عمله, طيب هذا له عموما له تفسير علمي حقيقة من ناحية النظم العقلية, من هو الشخص الذي يبقى كما هو عليه يظل.